بسم الله الرحمن الرحيم. بلورة غشاء بلوري. بلورة consists of، هتتكون من ايه بقى؟ برايت البلورة، شاب بلوري جداري برايتا، lines inner surface of chest wall، يبطن السطح الداخلي للتشيست وول، فيسر البلورة كفرز ذا لانج اكسبت اتس روت، فيسر البلورة يغطي اللانج ما عدا الروت، الفيسر بالمناسبة تبدأ من هنا، أنا عندي خطين اهم، اللي بره ده البريتا، والفيسر ده اللي هو النمرة اتنين في الخطوط، بينهم بالمناسبة الحتة الفاضية دي الكافيتي اللي هي بلورة كافيتي على الخطوط. الفيسر والبرايتر متصلين ببعض لو شايفين، والفيسر والبرايتر متصلين ببعض، المسافة دي بقى اللي تمثل الروت اوف ذا لانج، اللي المكان هتدخل منه الاستراكشر وتطلع للانج بنسميه الهايلم او الصورة بتاعتها. المهم يعني المكان ده معلش بلورة، الجزء الوحيد في كل اللانج معلش بلورة. تعال نمشي مع الفيسر كده. طيب اهو انا ماشي، كل ده عبارة عن فيسر بلورة، راح اقلب متصل بالبرايتر واكمل البرايتر لغايه ما نكمل الناحيه برايتر البلور. تمام، البرايتر ده لو حطيت بره هنا حبه شستور بالمناسبه. بلورا كافيتي التجويف بقى بتاع البلورا، ساك بتوين عباره عن حقيبه بين البرايتر اللي بره والبسر اللي جوه، بتوين برايتر وبسر البلور، قلنا التجويف اللي هو ده مش فاضي، ده جواه بلورال فلويد، سمول اماونت اوف تيشو فلويد، كمية صغيرة من النسيج، من السائل النسيجي او السائل تيشو، من السائل النسيجي، وعلى فكرة بيسموه سيروس فلويد، سائل مصدي. تعالوا نشوفوا هنا بصراحة هتبان هي اللنج بتكبر وتصغر زي ما بيقولوا، اللنج في السعادة ديفليتد يعني في حالة الاكسبيريشن، تبقى اللنج اتفضت من الهواء بحجم صغير، دي هي وهي مليانه هواء انفليتد يعني هي ومليانه شبه ماليه الكافيتي كلها. شايفين هنا الكافيتي كبرت قد ايه؟ بلورا كافيتي، واللي فضل بره ده البرايت بقى. هنا احسن مكان نشوف فيه الاثنين بعيد عن بعض، ولما قلبت هنا بقى زي ما بيقولوا عند روت اوف ذا لانج على البسرة البلورا اللي هي ده بس، يفضل الجزء ده معلش بلورا، المكان الوحيد عشان الاستراكشر تدخل وتطلع منه. بارس بلورا الممبرين يعني اجزاء الغشاء البلوري، برايت البلورا، بسرة البلورا، بلورا الجدارية، بلورا الحشوية جاية من كلمة احشاء اللي هي هنا تمثلها اللعنة. انا حتى بالفيسر البلورا عشان زي ما بيقولوا دي حتة واحدة ومفيهاش اجزاء كلها متغطية بفيسر البلورا، قلنا ما عدا الجزء اللي انا عملت له الدايرة ده اللي فاتاني اللي هو المكان بتاع الهايلم اللي على اللانج اللي الاستراكشر تدخل وتطلع عن طريقه اللي بيسموه مروت او كونه روت، يعني الهايلم ده المكان، اما روت ده الجزر، كلمة جزر حتى بالعربي الاستراكشر اللي رايحة جاية اللي مكونة اللي بتعدي من الهايلم. تمام، طيب نيجي للبرايتا اللي هي دي بقى اللي اجزائها محطوطه على الدياجرام ده بصراحه. سيرفيكال بلورا الجزء اللي في النك اللي هو ده، الجزء اللي في النك نسميه سيرفيكال بلورا، جت منها كلمه سيرفيكال تبع البرايتا. الثراسيك وول متبطن ببرايتا البلورا نسميه كوستال، يبقى كوستال بلورا برضه من البرايتا. نزلنا تحت احنا كده على الدايفرام، الدايفرام ده الجزء اللي مغطي على الابر سيرفيس اوف دايفرام في المنطقة دي بيسموها حتى رايت كوبلا اوف دايفرام، عنده واحدة يمين واحدة شمال بالمناسبة، ده بنسميها دايفراجماتيك بلورا وبرضه برايتا. الجزء اللي فضل ده ناحية الميدياستاينم، عشان كده بيسموه ميدياستاينال بلورا وبرضه برايتا. سيرفيكال بلورا هتكلم بس فكره عن كل واحد من الاجزاء بتاع البرايت البلورا. سيرفيكال بلورا من اسمه قلنا ده في النك، سنس اب انتو ذا نك، اهو فوق في النك،
الجزء ده. هنا مقطوع بقى lies under surface subsubrablural membrane وادي السوبرابلورال ميمبرين. بالمناسبة يا جماعة عندي ثلاث خطوط، واحدة هو مكتوب عليه سوبرابلورال ميمبرين بالأخضر، والتاني اللون البنفسجي ده مكتوب عليه برايت البلورا، والمتنقط الفيسرا بلورا اللي موجود باللون الأزرق. يبقى هو أندر كفر بالنسبة للسوبرا بلورال ميمبرين، اسم دي دلالة الغشاء اللي فوق البلورا ريتشد الليفل أباوت 1 إلى 1.5 إنشز، من 2.5 سنتي لغاية 4 سنتي أباف ميديال ثيرد أوف ذا كلافيك. طبعا عندي الكلافيكل دي اللي قدامنا، الكلافيكل ليها بنقسمها لثلاثة بارز، ميديال ثيرد وميدل ولاترال. الجبال فوق الميديال ثيرد فوق التلت الداخلي يعني ممكن يوصل لغاية 4 سنتي السيرفيكال بلورا فوق القمة بتاعتها. المهم يعني بأكد على الدياجرام ده بالذات بصراحة، سوبر بلورال ميمبرين برايت البلورا الخط اللي في النص البنفسجي ده، المتنقط اللي بعده ده الفيسر. المفروض طبعا في كافيتي ما بين البرايت والفيسر بلورا كافيتي، هنا يمكن اقل مكان تبقى الكافيتي دي فيه يعني. الكوستال بلورا من اسمه الجزء، انا جبت مقطع تاني للبلورا نشوف منه الاجزاء بشكل تاني. الجزء ده الدايرة دي ده كل ده كوستال، وادي الضلوع قدامنا اللي ريليتد تو ريبس وانتركوستال سبيسز وكوستال كارتليج لاينز الانترسيرفس اوف ريبس الضلوع، كوستال كارتليج الغضاريف، انتركوستال سبيسز المسافات اللي ما بين الضلوع، السايد سوبرتيبرا كولوم ادي البرتيبرا كولوم في الدياجرام ده لغايه السايد بتاعه، وبعدين الباك اوف ذا ستيرن ومن الناحيه دي لغايه الباك اوف ستيرن. او انا اخدها احسن كده من الباك اوف ستيرن واطلع لورا والف لغايه ما نوصل للسايد اوف برتيبرا كولوم. كل ده بنسميه كوستال بلور. دايفراجماتيك اللي تحت بقى قلنا ده اللي على الدايفرام شفناه في السلايد اللي سبق، كفرز ثوراسيك سيرفيس اوف ذا دايفرام. بالمناسبه الدايفرام يتغطى من فوق بالبرايت البلور ويتبطن من تحت بالبرايت البيرتونيه بالمناسبه، وفي في النص فوق بالمناسبه الفايبرس بيركاردم اللي برضه لاصق فيه البرايت البيركاردم. يعني عندنا ثلاثة برايتال بالمناسبة ليهم ريليشن مع الدايفرام، بلورا بيركاردم، ويمكن بس البيركاردم اندايركت عن طريق الفايبرس والبرتوني. طيب ملحوظة يعني في السكة زي ما قلنا الميديستاينال بلورا كفرز اند فورمز اللاترال باوندر اوف ميديستاين، وادي هنا في النص الميديستاينال، والتالي اللي احنا عاملينه ده ونيجي من الناحية التانية بس نسيب الجزء اللي هو مكان الهايلام او اللي هتعدي منه الرود الاستراكشر اللي هتطلع تدخل على اللانج اللي هو مش متغطي اللي هو من هنا لغايه هنا. يعني انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقي الاثنين ممبرين لازقين في بعض هنا، اثنين ممبرين كونتينوس مع بعض من الناحيه، وادي الناحيه دي والناحيه دي. الجزء اللي وسطيهم اللي هو الجزء ده نفسه يعني، والجزء ده نفسه نسميه ميدياستاينال سيرفس، اما نفس الجزء كله على بعض اللي وسطيهم ده بنسميه ميدياستاينال. فيعني السيرفيس اللي من البرايت البلورا الذي يواجه الميدياستاينال نسميه ميدياستاينال سيرفيس. ولا ننسى كده الروت او الهايلم اوف ذا لانج من ناحيه الميدياستاينال سيرفيس، يعني الاستراكشر بتاعت الميدياستاينال اللي داخله ناحيه اللانج تكون الروت. فيسرال بلورا يعني بلورا اللي هي بتغطي كفر اوتر سيرفس اوف لانج اكسبت هايلام، قدامنا مغطيه كل السيرفس عدناها كذا مره ما عدا الهايلام اللي مش مغطي بيها. اكستنس انتو ديبس اوف انتر لوبر فيشرز، دي المعلومه الجديده بصراحه، انه ادي لو انا مثلا خدت الخط ده يمثل الفيسر البلورا اجي عند الفيشر وتدخل جواه وتطلع تاني وتكمل بعد كده. البرايتر بالمناسبه مش هتدخل في الفيشر تبقى كونتينوس. البرايتال والبيسر البلوري ار كونتينوس وز وان انذر باي بلورا كف، يمكن كلمة بلورا كف مكتوبة هنا الاثنين متصلين ببعض عند ما يسمى بلورا كف. المهم يعني بلورا كف سراوندينج ذا ستراكشر ذات انتر اند ليف الهايلم اوف ذا لانج اللي احنا بنسميه اللانج روت. يبقى دي تعريف اللانج روت
لسه الاكشن بتدخل وتطلع اللنج عن طريق الهيلم. يبقى الهيلم ده انا بعتبره البال اللي انا هدخل منه، والحاجات اللي داخله دي هي تمثل الروت. البلمونري ليجامنت بقى لوز فولد هانجز داون، يعني تتعلق لاسفل، لوز يعني رخم، وفولد زي بروز، هانجز داون فروم بلورا كاف، ادي بلورا كاف نازل منها لتحت الجزء ده اللي احنا بنسميه بلمونري ليجامنت. فايدته ايه بقى البلمونري ليجامنت؟ اللاوز موفمنت البلمونري فيزلز اند لارج برونكاي دورنج ريسبيريشن. ده جوا كافيتي هيستفيد منها الفيزلز اللي موجوده فوق دي اللي عايزه تتمدد زي ما بيقولوا انه توسع وتضيق اثناء الريسبيريشن، فعايزين لها سبيس. السبيس هنا مستفيدين من السبيس اللي جوا البلمونري ليجامنت. البلورال كافيتي احنا خدناها سابقا في الدياجرامات اللي عدت، سلايت لايك سبيس بين البرايتال والفيسر بلورا، وبلورا الفلويد بس سمول اماونت اوف تيشو فلويد كفر سيرفيسز ذا بلورا يغطي الاسطح البلورا. الجديد في الموضوع اللاوز برايتال والفيسر بلورا تو موف اون ايتش اذر ويز مينيمم فريكشن، انه الاثنين البرايتال والفيسر يتحركوا على بعض مع احتكاك بسيط، وده قلنا يمثل سيرس فلويد او تيشو فلويد مصلي. بلورال ريسيسز يعني عبارة عن كافيتيز صغيرة في البلورا. سلايت لايك سبيسز وير لانجز دونت اوكيوباي دورنج كويت ريسبيريشن، هم جزء من البلورا كافيتي بس ما بتدخلش جواهم اللانج اثناء الكويت ريسبيريشن، الريسبيريشن الهادية دورنج فول انسبيريشن في حاله النفس العميق زي ما بيقولوا اللي هو الشهيق العميق الكامل. اللانجز اكسباند اند فيل بلورال كافيتيز، اللانج بتتمدد وتملى كل التجويف بتاع بلورا انكلودنج بلورال ريسيسز، يعني بلورال ريسيسز الزوايد دي ما بيستخدمهاش اللانج الا اثناء الديب او الفول انسبيريشن. مين هم؟ هم اثنين، كوستو دايفراجماتيك عند كوستو ميديا ستاينال. استفيد من الاسم كوستو يعني ناحيه الضلوع زي ما اتفقنا ناحيه الثراسيك وول، دايفراجماتيك يعني الثراسيك وول مع الدايفرام، يبقى ادور على فين؟ على الجزء اللي هنا، هذه ده الكوستال وادي الدايفراجماتيك اللي تحت، يبقى المسافه اللي بينهم دي المفروض متبطنه بالبرايتال والثانيه متبطنه بالفيسرال، الجزء اللي من الكافيتي اللي بينهم نسميه كوستو دايفراجماتيك. كوستال ديفراجماتيك ريسيس بين الكوستال والديفراجماتيك سيبريتد باي كابيلا لاير بلورال فلويد، يعني طبقه شعريه يعني طبقه صغيره من بلورال فلويد. دورنج الاسبيريشن اللور مارجن اوف ذا لانجز ديسند انتو ريسيسز، دورنج اكسبيريشن بقى اللور مارجن اوف لانجز اسند سو ذات الكوستال والديفراجماتيك بلور كم توجذر اجر. المهم يعني تدخل وتطلع فيهم اللانج دورنج الديب ريسبيريشن بقى على بعض، ما شيء طبيعي لما اخد نفس عميق كشهيق هطلع زفير عميق، فاللنج تستفيد انه تدخل جوه الكافيتي دي اثناء الديب انسبيريشن. الكوستو ميديا ستاينال بقى نستفيد برضه من الاسم، تبقى لونج الانتير مارجن اوف ذا بلورا، يبقى في الناحيه دي الثانيه كانت تحت الجزء اللي تحت اللي هو كوستال مع دايفرام، المره دي مع الانتيرو مارجن، يبقى كوستال مع الميديا ستاينا، هنا برضو طبقة صغيرة خالص الونجو انتيرو مارجن بلورا بين الكوستال والميديا ستاينا بلورا سيبريتد باي كابيلا بلورا كافيتي، كأني باخد كوبي من اللي فوقيهم زي ما بيقولوا. دورنج الاسبيريشن اكسبيريشن الانتيرو بوردر اوف لانجز سلايد ان اند اوت اوف ذا ريسيسز، برضو اثناء الاسبيريشن والاكسبيريشن بس يبقوا ديب يحصل فيها انه الانتيرو بوردر بتاع لانج تدخل وتطلع او مكتوب تزحلق فيها بمعنى اصح في الحركه بتاعت الريسبيريشن اللي بنتكلم عليها. يعني الاثنين ريسيسز، واحده كوستو ميديا ستاينال تبقى عند الانتير بورد، واحده كوستو ديفراجماتيك تبقى عند الانفير بورد باختصار شديد وناحيه البيز. جبت دايجرام تاني بصراحه او دايجرامين وش وضهر، ناحية الانتيرو بوردر بكوستو ميديا ستاينال والجزء اللي تحت ده الكوستو ديفراجماتيك. خدوا بالكم في اللون الفاتح ده يمثل اللنج
واللون الغامق شويه ده مكان البلوره اللي هو هنا بلورال كابيتال، والبريتال اللي هو اخر خط تحت، والفيسرال اللي يمثل نهايه اللانج الخط اللي فوق، وده الكابيتال اللي بينهم، ونشوفه على الرايت اهو الناحيه الثانيه نفس القصه. فالجزء اللي تحت ده يمثل الكوستو دايفراجماتيك، جزء لو انا مشيت مع الانتيرو عمل لي برضو لون زي كده يمثل، وكان ده ادق يعني اقل كتير من الكوستو دايفراجماتيك. لو شفنا من ناحيه الظهر هنشوف بس الكوستو دايفراجماتيك، طبعا مش هنشوف الميديستاينال من ناحيه الامام من ناحيه الانتيرو بورتر، يعني ممكن اشوف الاثنين في ده، لكن ده ما اشوفش منه الا الكوستو دايفراجماتيك. نهايه لانج بفيسر بلور، نهايه البرايت البلورا، بينهم بلورا كاليتي فيها فلويد، فلويد فاسكوليتشر اوف ذا لانكس اند بلورا، التغذيه الدمويه للرئتين وغشاء البلورا. اتش لانك كل رئه هاز ابو المناري ارتر سبلاينج بلاد تو ات، يعني ليها بولمونر ارتري بيغذيها. عند تو بولمونر فينز دريننج بلاد فروم ات، خلاص قاعده ذهبيه كل الناس حافظاها انه في واحد بولمونر ارتري اهو وادي واحد اهو، بالمناسبه الاثنين دول هيجوني من ما يسمى بولمونر ترانك الجسم، ادى واحد رايت والثاني ليفت، واثنين بولمونر فينز اهم ادي اثنين رايت وادي اثنين ليفت، ودول هينزلوا على الليفت اترم ومنه الليفت وينتر هيطلعوا على الاورطان، القصة المشهورة بتاعت بالمناسبة كده. رايت تو ليفت بالمونر ارتز ارايز فروم بالمونر ترانك، خلاص ات ذا ليفل اوف سيرنال انجل، الليفل ده اللي حصل عنده الانقسام بتاع البالمونر ترانك سيرنال انجل. تعال ناخد بالنا من الليفل ده كويس، على فكرة عنده بداية الارشف اورطة ونهايتها، وعنده خدنة تبع السيستم بتاعنا التراكية النهاية بتاعتها عند سيرنال انجل. ماشي يا جماعة؟ طيب نكمل. اندي كاري بورلي اوكسيجينيتد بلاد اللي هم البولمونري ارتر جواهم بورلي اوكسيجينيتد بلاد. بالمناسبه بورلي احسن من كلمه نم، لان اوكسيجين يعني مفيش اكسجين خالص، مبقاش زيرو اكسجين بس الاكسجين قليل، يعني طالما في اي نسبه اكسجين ممكن تستفيد منها اللنج. بالمناسبه ان هو جايب لللنج بورلي اوكسيجينيتد بلاد عشان يحصل له اوكسجينيشن. تعال نشوف هو هنا باللون الازرق، عشان كده لو نوبه رغم انه ارتي، يعني جبت مصدرين واحد ملتزم انه الارتي يبقى احمر والبين يبقى ازرق، الثاني اللي هو قدامنا لا حسب لون الدم اللي جوه البلاد ويزل يلونه، برغم انه ارتي ملونه ازرق لانه جواه بورل اوكسيجينيتد بلاد. الناحيه الثانيه الفينز دول برغم ان هم فينز يعني ملونهم بالاحمر، برغم ان هم فينز ادي اثنين رايت وادي اثنين ليفت انه جواهم اوكسيديتيف بلاد. المهم طيب اتش بولمونر ارتري بيكمز بارت اوف روت اوف كورسبوندنج لانج، شيء طبيعي كل واحد من البولمونر ارتريز ده يعتبر جزء من روت اوف ذا لانج. اخد الروت في اللي قدامي ده مثلا، هنا في البولمونر ارتري واثنين بولمونر فينز، انزل لتحت بقى هيدخل كمان برونكس، هتدخل باقي الاستراكشرز النيرفز والفينز وبرونكال فيزل كمان يعني والليمفاتيك، كل ده يمثل الروت بتاع اللنج، وان عباره روت اوف ذا لنج اي حاجه داخله طالعه لنج تسميها روت، ويعدوا عن طريق الهيلم اللي هو الباب، يعتبر الباب بتاع اي مبنى ده المدخل بتاعه، ده يعتبر الهيلم بتاع المبنى ده يعني، اما اللي داخل طالع ده هو الروت. طيب نكمل او نعيد تاني الجزء ده، اتش بالمونر ارتري بيكمز بارت اوف روتو كورسبوندنج لانج، معلومه مفيده. اند جيفز اوف اتس فيرست برانش تو انتيريور تو سوبير لوب بيفور انترينج ذا هايلاند، يدي السوبير لوب قبل ما يدخل الهايلاند. ادي السوبير لوب اللي هو ده قبل ما يدخل الهايلاند كان مديه، بص احنا على الرايت سايد، تعال على الليفت، وادي الليفت سايد السوبير لوب اول واحد ياخد، بعدين يكمل ويكمل باقي اللوبس بقى. يعني بينه وبينكم تفاصيل زياده شويه برضه، مش لكن مش مشكله، ساعات تبقى مفيده مع خصوصا لو حد كمل في التخصصات دي. وذن ذا لانج بقى اتش ارتر ديسنتس بوستيرو لاترال تو مين برونكاس اند ديفايدز انتو لوبر وبعدين سيجمنتال ارتر. تعال نشوف الدياجرام اللي تحت اللي جبته مخصوص للقصه دي. ادي الارتر هنا متلون حتى بلون بنفسجي الاحمر ولا ازرق زي ما بقول،
ولون الاثنين فينز بالازرق برغم ان هم جواهم اكسده النض، مش مشكله. المهم بعد ما ادى السوبيريور مشي اهو كده على اللاترال بالنسبه للبرونكس من البرونكس، وفي نفس الوقت دخل على بوستيريور منه، انه دي عامله مشكله. مش هقول مشكله يعني، احنا متعودين على قاعده اللي هو فين فين ارتري نير فين ارتري يوريتال فين ارتري برونكس. ففي البدايه احنا كنا فين ارتري برونكس، حاليا لا الارتري طلع ورا البرونكس. معلش عشان الحته دي برضه في المحاضره السابقه كان عليها ديبيت زي ما بقول يعني. فهنا يعني مش هقول اللي بيكتبوا انه الارتري زي ما بيقولوا الفين الاول وبعدين الارتري في النص وبعدين البرونكس الاخير، صح مش غلط، ده في البدايه. لكن بتتغير الامور بعد كده زي ما حصل قدامنا. المهم يعني consequently نتيجه للكلام ده ان arterial branch goes to each loop and bronchopulmonary segment of the lung usually on anterior aspect of corresponding bronchus. هنا رجع وبيجي على الانتيريور اسبيكت منه. يعني احنا زي ما بيقولوا الاول خدنا حتى مع التركيه وهنيجي ناخدها تاني مع اللانج، انه عندي مين برونكس، ومين برونكس هيديني سكند برونكس اللي هم بتوع اللوب او لوبر برونكس، وبعدين هيديني سيجمنتال اللي هو التيرشري. فالارت كل شويه بينقسم، الاول اللي هيدي الثلاثه لوبس وبعدين الثلاثه جوه اللوبس هيدي السيجمنت، يبقوا ماشيين مع بعض انه الارتري انتيريور لبرونكس بعد كده يعني كملوا عادي يعني. المهم يعني دي تفاصيل زيادة شوية يعني. المهم في الآخر إنه الأرتز وبرونكاي آر بيرد إن لانج، بس الكلام ده مفيد بصراحة ما نقولش كده يعني، إنه الأرتز وبرونكاي بيرد يعني عاملين كأزواج مع بعض داخل اللانج، برانشينج سيمولتانيوسلي ويتفرعوا مع بعضهم أند رانينج بارالل كورسز، ويمشوا كورسز متوازية. يعني لما الاقي ارت معاه برونكس ارت معاه برونكس. بولمونري فينز، بولمونري فينز يعني الاورده الرئويه، هنا في التكست انا حطيتها باللون الاحمر عشان متعمد عشان النوع الاكسجين اللي جواه اكسجينيتد بلاد، 2 اتش سايد هم عددهم اربعه، اثنين في كل لان او اثنين يطلعوا من كل لان، كاري ويل اكسجينيتد بلاد from the lungs to the left atrium of the heart. تعال نشوف الكلام ده، ادي اتنين رايت وادي اتنين ليفت وصبوا في الليفت اتريم، والليفت اتريم ليفت فنتركل والليفت فنتركل اول راح يغذوا البادي بقى. beginning in pulmonary capillaries البدايه خالص بقى دول veins، the veins unite into larger and larger vessels. عكس لما خدنا برونكاي كنا شويه بنطلع لاصغر، هنا المره دي احنا بنتجمع كل شويه نطلع لاكبر زي ما بنقول. دي معروفه قصه البينز عامه يعني. البولمونري بينز ران اندبندنتلي اوف ذا ارتس اند برونكاي. التفاصيل اللي خدناها في البولمونري ارتس ويعني زي ما بقول انا شخصيا حاسس انه تفاصيل زياده، لكن لا نفهمها هنا بقى معلش مع اللي عايز يعني يستفيد بمعلومه يعني. انه البينز مش ماشيه معاهم. يعني الارتز ماشي مع برونكاي لكن البينز مش ماشي معاه، تمام؟ اندبندنت يعني مستقله لوحديها، كورسنج بتوين اند ريسيفنج بلاد فروم ادجيسنت سيجمنتس، تمشي ما بين السيجمنت مش ماشيه جوه السيجمنت زي ما حصل مع الارتز والبرونكاي. ازي ران توورز هايلم، لان هم جايين من بريفرال لسنترال، هم رايحين ناحيه الهايلم، هم عمالين يتجمعوا بس ماشيين ما بين السيجمنت مش ماشيين مع الارتريز والبرونكاي. The veins from visceral pleura drain into pulmonary veins. هنا معلومه مفيده جدا بصراحه، احنا بقى في بلورا الفينس درين اوف ذا visceral بلورا عن طريق البولمونري فينز. تخيلوا رغم ان البولمونري فينز شايله اكسجينيتد بلاد مش دي اكسجينيتد بلاد، يعني كان لاول وهله هتقول برونكال ارتريز تدي له اكسجينيتد بلاد، يبقى المفروض برونكال فينز هي اللي تاخد منه دي اكسجينيتد بلاد. معلش تيك كير من المعلومه دي. ذا فينز فروم بارايتال بلورا جوين سيستميك فينز ان ادجيسنت بارس اوف ثراسيك وول. البارايتال ده قلنا زي الحته اللي انبطناها، الجزء بتاع الثوركس، الجزء اللي فوق الدايفرام، الجزء بتاع الميديستانم، الجزء اللي في النك،
خلينا في بتاع السيركس اللي اكبر واحد فيهم بقى على الاطلاق وعمهم انتركوستال فينز انتيريور بوستيريور زي ما تطلع بقى. يعني مش هدخل في التفاصيل لانه كل جزء هياخد فينوس ادرينج زيه زي الجزء اللي هو مبطن. المباريات تبطن زي ما بنبطن ثلاثيك وول تغطي على دافرام تبطن من ناحيه الميديا ستاينال من ناحيه الميديا ستاينال تغطي الجزء اللي فوق اللي في النك فحسب المكان الملتزمه بالفينوس ادرينج معاه. وبالطبع كل حاجه بالمناسبه يعني البرونكال ارتيز بقى سبلاي بلاد فور نيوتريشن وستراكشرز ميكينج اب روتس روت اوف ذا لانجز. العباره دي خلاص احنا حفظنا روت اوف ذا لانجز سبورتنج تيشوز اوف ذا لانجز اند فيسرال بلورا. خدوا بالكم شفتوا هنا انا لسه يا دوبك البرونكال ارتيز سبلاي فيسرال بلورا. البرونكال فينز ما كانتش عامله فينوس درينج للفيسرال بلورا كانت البلمونري فينز هنا زي ما بيقولوا تك. الليفت برونكال ارتي دول اتنين يطلعوا من الديسندنج ثوراسيك اورتا. الرايت برونكال ارتي ده واحد ده ليه قصه بقى ممكن يطلع من الديسندنج ثوراسيك اورتا ممكن يطلع من الرايت سيرد بصير انتركوستال ارتي ممكن يطلع من الليفت سوبيريور برونكال ارتي. يعني ماليش مكان محدد بس المتعارف عليه انه اتنين رايت واحد ليفت ده النورمال ده الكومن. على فكره ممكن يبقى واحد وواحد. تعال نشوف الدياجرامات اللي احنا حاطينها. ادي الصورة دي ادي واحد وادي التاني يبقى كده اتنين رايحين للليفت واللور بتاع الليفت برونكال هو اللي كمل وراح ناحية الرايت. تعال نشوف هنا العكس الليفت خدت واحد واللي هيروح الرايت راح دخل على تركية ومن تركية كمل مع الرايت مين برونكس على اللانج على بلورا غزة من ناحيته كأنه واحد واحد زي ما بقول. ماشي يا جماعة هنا معمول العلامة على البرونكال ارتيز اللي موجودين من الناحية دي على انهم اتنين. عموما علي الاحوال الناحية دي بتاعت الليفت اللي احنا ناحيتنا عموما يعني ديسندنج ثوراسيك اورتا وهنا برضو باين انه ديسندنج ثوراسيك اورتا. طيب البرونكال ارتيز ما زلنا فيها سبلاي ابر اسوفجس دي معلومة اضافية انا مش بيدي بس الاستراكشر اللي فوق نعيدها تاني الستراكشر اللي بتكون الروت اوف ذا لانج السبورتنج تيشوز اوف ذا لانج الفيسرا بلورا كل ده ياخد من البرونكال ارتس يدي كمان الاسوفجاس الجزء السوبيريور بتاعه الابر اند ذن باس الونج بوستيريور اسبكت اوف مين برونكس. بس هنا اسوفجاس بصراحه الجزء اللي جوه الثوراكس كلمه ابر اسوفجاس مش معناها الجزء اللي السيرفايكال الابر اللي جوه الثوراكس. Then pass along posterior aspect of main bronchi وبعدين supplying them يعني يدي المين برونكاي يعني لو شفنا حتى الصورة المعمولة متنقط ورا برونكس متنقط ورا التراكية في اللور بتاعها متنقط ورا برونكس يعني جاي من ناحية posterior فبصير البرونكاي supplying them and their branches as far as respiratory bronchioles يعني برونكال ارتيز غزي لغايه الريسبيراتور برونكيوز. الديستال موست برانشز اوف برونكال ارتيز انستموز ويز برانشز اوف بلمونر ارتيز ان وولز اوف برونكيوز اند ان فيسرال بلورا. برايت البلورا بقى سبلايد باي ارتيز سبلاينج ثراسيك وول مثلا زي انتركوستال ارتر وقلنا هتتبع الجزء اللي هي مبطناه مغلفاه حسب المكان يعني فالبريتل يعني من اهم الارتيريا سبلاي اللي هي الانتركوستال ارتس. انا كبرت الدياجرامات دي عشان نشوف اخبارنا مع الارتيز اللي في الدياجرامات دي برونكال ارتيز اهو وهنا ماشيين اهو ورا النهايه بتاعه التراكيه مع برونكاي لغايه ما ندخل على اللانج حتى في الثاني كان ورا الليفت برونكس. المهم وضعهم بوستيريور في روت اوف ذا لانج البرونكال فيزا عكس البولمونر بالمناسبه.
برونكل فينز. طيب درين اونلي بارت اوف بلاد سبلايد تو ذا لانجز باي برونكال ارتريز ذات ديستريبيوتد تو اور نير مور بروكسيمال بارت اوف روتس اوف ذا لانجز. يعني برونكال فينز تاخد الفينوس درينج بتاع الجزء اللي سبلايد بالبرونكال ارتريز اللي هو قريب من الهايلم اوف ذا لانج. ريميندر اوف بلاد از درينج باي بولمونر فينز باقي الدم بتاع اللانج عن طريق البولمونر فينز. يبقى هنا معلش ملحوظه كتير مش هقول ما اعرفهاش يعني انه او حتى كتب كتيره مش كاتباها بصراحه انه مش بس انه احنا حافظين ارتيرا سبلاي تو ذا لانج وفيسرا بلورا وبرونكاي كل ده عباره عن برونكال ارتريز. فينوس درينج برونكال فينز وستوب. لا البولموناري مشارك. البولموناري فينز نفسها عامله الدرينج برغم جواها اكسجينات البلد. ده الغريب في الموضوع المكتوب اللي معلش ان انا عامل له نوع من التحديث بصراحه. ريميندر اوف ذا بلاد درينج باي بولموناري فينز سبيسيفيكالي يعني خاصه ذات ريتيرنج فروم فيسرال بلورا اللي هو الموضوع بتاعنا. يعني بتوع الفيسرال بلورا تاني هتنفع جمله بالمناسبه في ام سي كيو في اي في كيم بليت انه فينوس درينج اوف فيسرال بلورا از بولمونال فينز وليس برونكيال فينز مور بريفر ريجن اوف ذا لانج اند ديستال كومبوننت اوف ذا روت اوف ذا لانج. يبقى دول مين مسؤول عنهم؟ البولمونال فينز. نعيد تاني كل القصه. برونكيال فينز درين اونلي بارت اوف بلاد supplied to the lungs by the bronchial artery that distributed to or near more proximal parts of the root of the lung. يعني كان ممكن احنا نشيل كل دي اللي انا مخططها واقول انه venous drainage of the vessel pleura. يبقى هنا بقى remainder of the blood drained by pulmonary veins اللي هو مسؤول مش بس عن ال vessel pleura specifically بالتحديد that returning from vessel pleura بتاعتنا and the more peripheral region of the lungs and the distal component of the root of the lung. خلاص كفايه دي زي ما بيقولوا. يهمني بقى رايت برونكال فين. طب يروح فين؟ الازايجوس فين. ليفت برونكال فين انتو اكسسوري هيما ازايجوس فين او ليفت سوب سوبيريور انتركوستال فين. برونكال فينز عامه ريسيف سام بلاد فروم اسوفاجيال فينز. ده معلومه اضافيه زي ما عملنا في برونكال ارتس. يعني اذا كان برونكال ارتس يدوا اسوفاجس هنا برضه بياخدوا من الاسوفاجس كافينوس الدرين. نشوف الدياجرام اللي جايبينه بتاع الفينوس التيرن اللي هنا في السوركس بصراحه. ادي الازايجوس بين طويل ده والهيمي ازايجوس واحد سوبيريور والتاني انفيريور والسوبيريور بيسمى اكسسوري هيمي ازايجوس. وادي الكونكشن بينهم عشان الدم يجي من هنا الناحيه فوق. طبعا الليفت بريكوسفاليك بين ورايت بريكوسفاليك التحدي والداني سوبير بين كده تمام. طيب فين البرونكال فينز بقى؟ ادي رايت برونكال فين اللي هو هنا ده راح للازايجوس وادي ليفت برونكال فين اهو جاي راح للهيما ازايجوس او اكسسوري هيما ازايجوس ليفت رايت. المهم موجودين على الدراجم. طب ببلورا ناحيتنا لا زياده تاكيد انه الفينوس درينج اوف فيسرا بلورا از بولمونري فينز. لنفتح الدرينج وبلورا لمف من الفيسر بلورا سوبرفيشال او سب بلورا لنفتح بلكسس اللي احنا شايفينه ده ديب بلورا على طول بلكسس سوبرفيشال. وانا ماشي اكمل معها اكمل معها على طول على هايلام تروح لي موجوده دي بالفيسر بلورا درينز اللانج بارينكيما تيشيو اند فيسر بلورا. يبقى احنا السوبرفيشال استخدمنا الفيسر بلورا. الليمفاتيك فيزل بتاعتها درين انتو برونكو بولمونري ليمف نودز اللي احنا بنسميها الهايلر ليمف نودز اللي موجوده في الهايلم اوف ذا لانج. برونكو بولمونري ليمف نود هنا في الحته دي عند الهايلم اوف ذا لانج. الليمف من البرايتال بقى درينز انتو ليمف نود اوف ثوراسيك وول انتركوستال باراستيرنال ميدياستاينال فرينيك حسب المكان اللي ريليتد ليه. فيو ليمفيزل فروم سيرفيكال برايتال بلورا كمان درين انتو اكزيلر ليمف نود. شايفين البرايتال يا جماعه ماليه الدنيا.
وبالنسبة لفينس الدرينج كان نفس القصة حتى لو مش بنفس سيرته يعني. بتاع البرايتال اقصد انه حسب المكان اللي هي ريليتد ليه. نيرف سبلاي اوف ذا بلورا لايك بارت ريليتد، هي نفس القاعده ماشيين يا جماعه. برايتال فيسرال حتى لا علاقه بالامبرولوجي، برايتال يقولوا جايه من سوماتو بلور ميزودير، فيسرال سبلانكل بلور ميزودير، يبقى البرايتال كل حاجه تتبع الجزء ده، فيسرال كل حاجه تتبع من الناحيه الثانيه حاجات بتاعت الفيسرال. لايك بارت ريليتد البرايتال بقى سوماتو بلور ميزودير sensitive to pain, temperature, touch, pressure, the costal bura intercostal nerve, the mediastinal bura phrenic nerve, the diaphragmatic bura phrenic bulb nerve, over the domes وكمان the lower six intercostal nerves around the peripheral. The phrenic nerve عليه over the domes central part of the diaphragm. وفي lower six intercostal nerve كمان بيغزوا في diaphragmatic bura. افتكر الديفرام باختصار شديد. ده النيرف سبلاي بتاع الدفع السنسور بتاعه فينيك نيرف واللور 6 انتركوستال نيرف. الفيسرال بلورا بقى سبلانكر بلور ميزودير اوتونوميك نيرف سبلاي فروم بولمونر بلكسس سنسيتيف اونلي تو ستريتش ان سنسيتيف تو كومن سنسيشن زي البين والتاتش. طبعا اعتقد كلامنا واضح خالص يعني. تعال نشوف هنا بقى فرينيك. فرينيك بالمناسبه في الدياجرام ادى كمان السيرفيكال بارت بالمناسبة يعني. ويدي الميديا ستاينال بارد. تمام؟ من ناحية بره بقى الانتركوستال نيرفس. انتركوستال مكتوب من تي واحد لغاية تي 11. كله مشارك ما عدا السبكوستال ده داخل للأبدان. بالمناسبة. اللي جوه ده اللي معمول ده عبارة عن بولمونر بلكسس فيجاس وسيمبثيتيك نيرفس. ده الفيسرال بقى. يبقى فيسرال اللي هو جواه الشجرة دي زي ما بيقولوا. ده فيجاس ومعاه سيمبثيتيك عن طريق البلمونر بلكسس واحده انتر الثانيه بوستيريو. اما البرايتال استخدمنا فرينيك ادى ميديستاينال وادى سيرفيكال بالمناسبه حتى لو مش مكتوبه في التكست. وبعدين الكوستال عن طريق الانتر كوستال نيرف معاه من واحد لغايه نمره 11. وبعدين فرينيك نيرف يا ريت خد ده فرينيك نيرف واخد السيرفيكال والميديستاينال والدايفراجماتيك الثلاثه كلهم فرينيك بس شارك معاه في الدايفراجماتيك الانتركوستال نيرف اللي تحت بقى اللور 6. يعني جبنا دياجرام فيه النيرفز قدامنا السيمبثيتيك والبارا سيمبثيتيك وعمل مجموعه البلكسس اللي موجوده قدام التراكيه وقدام الاسوفاجاس وفي اورطة. يعني طبعا المفروض كان في هارت موجود. Visceral afferent fiber mediating nociceptive impulses, impulses generated in response to painful or injurious stimuli from visceral pleura and the bronchi accompany sympathetic fiber, whereas those from trachea accompany the parasympathetic of vagus. أنا بصراحة ملحوظ أنا حبيت زي ما بيقولوا نضرب عصفورين بحجر ولا ثلاثة بحجر زي ما بيقولوا. عندي لانج وعندي بلورا وعندي برونكاي وعندي تراكية وفي حاجة لمت دول في بعض كده عملت يعني أحب أنا التجمعات دي. السمبثيتيك فايبرز ار انهبيتوري تو برونكيال ماسل برونكودايليتور. يعني المفروض احنا واخدينها مع التركية. معلش أنا بعتمد على المحاضرات دي كلها ورا بعضيها اللي ما اتجالش هنا بيتجال هنا زي ما بيقولوا. وبنعيد تاني موتور تو بولمونر فيزلز فازو كونستريكتور. معروفين السمبثيتيك لكل بلاد فيزل اللي هو بيغذيها فازو موتور فازو كونستريكشن اند انهبيتوريتي تو الفولار جلانس اوف برونكال تري تايب 2 سكريتوري ابيسيدال سيلز اوف الفولار. ده بالنسبه للسمبثيتيك وده فيسيولوجي على اناتومي في الحقيقه بصراحه. وانا عندي السمبثيتيك اهو. ده السمبثيتيك ميلي اساسا سوراسيك زي ما بيقولوا سوراسيك ولغايه نمره 2 لمبر ده الاصل بتاعه. وان كان طبعا مكمل جوه النيك ومكمل جوه الابدوم. anyway فدي الجنجله بتاعته السمبثيتيك تراك. لكن الفيجاس اللي هو هنا يتميز الفيجاس انه بيطلع منه الريكارنت لارنجال نير. ومره ثانيه وادي فيجاس بريكارنت لارنجال نير. ده عدنا فيها وزدنا كتير بقى انه الليفت ريكارنت دخل جوه الثوركس
انه عامل القرش على القرش بالورطة مع اللي جاب انت مالتيوز ومتنى على الرايت سابق ليفين قرش، فعشان كده اعلى فوق في النت ماشي، بس ويعمل بالليكسس بتاعته ده في سيرفس اناتومي وذا بلورا لاينز بلورا ريفليكشن، يعني خطوط انعكاسات البلورا وغشاء بلوري ذا لاينز الخطوط which indicate التي تحدد limits حدود مباراه البلورا where it lies close to the body surface عندما تكون قريبه من سطح الجسم اسمه سيرفس اناتومي. طيب سيرفيكال بلورا بقى بلج اب ويرد انتو ذا نيك، يعني بارزه فوق في النك بس اللي احنا شايفينه ده سيرفيكال بلورا. كيربد لاين درون كونفكس اب ويرد فروم ستيرنو كليفيكولار جوينت تو بوينت 1 انش او 2.5 سنتيمتر اباف جانكشن اوف ميدل اند انترميديت سيلز اوف ذا كليفيكل. تعال نشوف الكلام ده، ادي كليفيكل الخط ده يطلع من الستيرنو كليفيكولار جوينت لغايه حوالي 1 انش فوق الجنكشن ما بين الميديال والانترميديت سيلز اوف ذا كليفيكل. طيب هناخد الانتير بوردر بقى، احنا كاتبين هنا انتير بوردر رايت بلورا وانتير بوردر ليفت، لانه في فرق ما بين الرايت والليفت في الانتير بوردر، ده الفرق الوحيد اللي بينهم بالمناسبة في الانتير بوردر، الباقي كله هيبقوا زي بعض. الانتير بوردر بتاع الرايت بلورا بقى رانز داون وير بيهايند ستيرنو كليفيكولار جوينت، النقطة اللي احنا بدينا منها رانز اولموست ريتشنج الميد لاين بيهايند ستيرنال انجل، هننزل فين الرايت الناحية دي، يبقى انا خدت كده معلش ستيرنو كليفيكولار جوينت طلعت فوق 1 انش فوق الكليفيكل عند الجانكشن بين ميدل والانترميديت سيرز، هرجع تاني استرنال كريفيكال جوينت وانزل بيها لغايه استرنال انجل، حاليا انا عندي الاسترنال انجل وبعدين وصلت تقريبا ميد لاين كونتينوس داون وير لغايه الزيف استرنال جوينت وننزل لتحت لغايه الزيف استرنال جوينت وادي الزيف استرنال جوينت، يعني استخدمت استرنال انجل اللي هي ما بين مانيبرا وما بين البادي وذا استرنال واستخدمت الزيف استرنال جوينت اللي ما بين البادي وما بين الزيف ويدي بس كده خلصنا الانتير بوردر بتاع الرايت. هنروح للانتير بوردر بتاع الليفت اللي هو الناحيه الثانيه دي. بيجنز بايند ليفت ستيرنو كليفيكولار جوينت نفس القصه. رانز داون ويرد اولموست ريتشنج الميد لاين بيهايند ستيرنال انجل عملنا نفس القصه. يعني الاثنين شبه انه جربوا يقابلوا بعض زي ما بقول. وبعدين كورتينوس داون ويرد هنا بقى لغايه فين؟ لغايه الليفل اوف فورس كوستال كارفيت. السن اجل نمرة اثنين على فكرة تلاتة قد اربعة الفورس كوستال كارف وبعدين عندها ايه اللي بيحصل ديفييتس لاترالي تنحرف ناحية لاترال وبعدين اكستندنج لغاية اللاترال مارجن من السيرنام فورمينج كاردك نوتش اللفة دي اللي انا عملتها دي مكان الكاردك نوتش نزلت من اربعة هننزل لغاية جبل ستة بالمناسبة برضه زي ستيرنز شارب داون وير تو ليفل اوف زيف ستيرنز جوينت لغايه الليفل بتاع الزيفستر يبقى كملنا يبقى ايه الفرق بين الاثنين الجزء بتاع الكاردك نوتش الكاردك نوتش هيديني لينجولا يعني هنا في الرسمه معلش مبين الكاردك نوتش كويسه خالص بس مبين منها تعال نشوف على الناحيه الثانيه لينجولا موجوده اهي وادي الكاردك نوتش الديفيشن ده اللي حصل ده من اربعه لسته مش ملاحظين حاجه صح ان احنا استخدمنا اثنين عند ستيرنر استخدمنا الزيرو الاول ستيرنر كليفيكال جود استخدمنا اثنين عند ستيرنر انجل واستخدمنا أربعة في حالة الليفت وبعدين وصلنا لستة يعني كأنه اتنين أربعة ستة هنا أمال كونتينوس أنا لا حصل الديفيشن بين أربعة وستة أرقام كلها زوجية من أول الزيرو. اللور بوردر والبلورا بقى هنا الاتنين زي بعض رايت وليفت فولز كيربد لاين يتبع خط مقوس يعني كروسنج كنا وصلنا ستة المرة دي تمانية ريب في الميدي كلافيكولار لاين و10 ريب في الميد اكزيلري لاين في الاخر نوصل 12 ريب ادجيسنت تو فيرتيبرال كولوم عند اللاترال بوردر وريكتور سباينيس مثلا تعال نشوف بقى احنا وصلنا هنا 6 هنكمل بعد 7 نوصل ل 8 تبقى في الميد كلافيكولار لاين المفروض تبقى 8 ميد كلافيكولار يعني نص المسافه ما بين
السوبر استرنال نوتش رايت اللتر اند والكلافيكل. بالمناسبه من السوبر استرنال نوتش رايت اللتر اند كلافيكل ونكسر النصين وننزل بيها. الميد اكزيلري يبقى نص المسافه ما بين الانتيريور والبصير اكزيلري فولز ونقسمها نصين وتديني ميد اكزيلري لاين. وبعدين هنبقى جنب البرتبرا بقى نشوف الخط ده اهو اللي احنا تحت ده. احنا كده على التو سايد من البرتبرا كولوم دي الضلع رقم 12 11 10 يبقى 10 في الميد اكزيلري لاين. نلف ونطلع قدام بقى عند 8 تبقى في الميد كلافيكولار لاين. يبقى استخدمت المفروض ميد كلافيكولار وعلى اللاترال سايد ميد اكزيلري ومن ناحيه البوستيريور على التو سايد من البرتبرا كولوم. هنا لو موجوده المصل اللي اسمها اريكتروسباين مصل كانه هناخد اللاترال بوردر بتاعها. المهم الخط اللي عندي ده بتاع البرايتر. بالنسبه اللي فوق ده بتاع البيسر زيه زي اللانج. بس الكوست ديفراجماتيك ريسز الديستانس بين الفيل بوردرز بتوع اللانج وبلورال الحته المتلونه. ادي الفيل بوردر بتاع اللانج وادي البرايتر بلورال. الفيل بوردر بتاع اللانج يمثل البيسر البلورال. نعمل نفس القصه. بس هنا باينه اوضح بصراحه من ناحيه البيسر هي دي. الفيل بوردر لانج وفي البوردر برايتر بلورال. ده قلنا البوردر لانج وفي نفس الميعاد بيسر بلورال. فالجزء اللي شايفينه ده يمثل كوستو ديفراجماتيك ريسيس. ثانك يو شكرا جزيلا. اتمنى لكم التوفيق واتمنى تكونوا استفدتم مننا شيء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.